السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديجا للإكسسوارات والهدايا ولعب الأطفال، يعني أي حد معه طفل ما يبخلش عليه. ياجي للأستاذ محمود عبد الفتاح، وهذا رقم التليفون، نجي حماد المركز التجاري. حاجات حلوة يعني، وتنشين يعني، الأولاد بعد ما ينشنوا نشنوا على بعض على طول حي عوامة. حاجات حلوة والله. لو في واحد يا جماعة عاوز يخوف أمه ولا حاجة يعملها قلق كده، شغالة. صلى على النبي عليك والله يا أستاذ محمود، شغل عالي. ليزر ده ولا ايه؟ ليزرات وحكاوة حلوة والله، وعرايس حاجات حلوة. كلب ده؟ كلب ده ولا قطة ده؟ لا كلب يا عم، طلع كلب يا عم. ده بديب وقطط وحاجات حلوة وحاجات رخيصة يعني. الكيس ده بخمسة جنيه، توك ده بعشرين جنيه. العروسة باربعين. عرايس حلوة والله يا شغالة يعني، بس ما معناش بنات يا عم، كان خدنا لنا واحدة بندقية. حشاوة حلوة كده البندقية دي مش عارف كام دي، عشرين. طب استنى خلنا نشوفه ايه الخروف، عشان بيبيع خرفان قال عشان عيد الاضحى. الله، استنى خلنا نشوفه ايه الخروف ده يا جماعة. بيتخنق تخنقوا زي كده، اخنقوا يا عم اخنقوا. اسمع يا عم اسمع. الله الله الله، ده بيطلع صوت يا جدعان والله، والله بيضع في قرون والله. اوعى ابن لينضحك. ها اوبا اوبا اوبا، حكاوة حلوة والله، شغل عالي ده. بسم الله. عروسة دي ولا ايه؟ استاذ محمود يا عم ده مش محتاجة اغاني، دي ترقص وحديها بالاغاني. ها ارقص يا حمزة، ارقص يا حمزة، ارقص يا حمزة. والمروحة دي اللي بيع ولا للهوا دي بس؟ شاشة كمبيوتر والدنيا مرتاحة يا عمي، شغل حلو والله، حاجات حلوة برضو. والله حاجات حلوة، بس أهم حاجة الزباين يا عمي. الزباين هتيجي بإذن الله وهتتظبط الأمور. دوك يا عم للستات يا عم، حاجات للستات، حاجات حلوة يعني وحاجات عالية برضو. دي كلها دوك بس انت برضو ناقصك شوية روج كده وحكاوي بتاعت ال ان شاء الله. ان شاء الله شد حيلك كده، جيب لنا شوية كده. هو الراجل ده مفتتح يعني من حوالي يومين. خش يا حمزة كده، حمزة وكده عشان صورك انا برضو جوا. حمزة عربيات يا عمي، اهي شغلة عربيات يا عمي وسلاسل يا عمي. خش جوا حمزة، خش جوا حمزة، خش جوا. نزل البنطلون، نزل حمزاوي ده، حمزة الجن ملك الكنوفو، حاصل الحزام البرتقالي. الله ينور والله. بسم الله ما شاء الله، حاجات حلوة يا عمي.